الموسيقية المركزية بتقديم عدة فقرات فنية وفقرات منوعة من خلال برنامج نحن الشباب. والآن معنا الرفاق أعضاء الفرقة الموسيقية، وأيضا سنلتقي مع الرفيق كمال حريري رئيس الفرقة الموسيقية. يعطيكم العافية. يعطيك العافية رفيق كمال. يريد رفيق كمال تعطينا في البداية أسماء الرفاق أعضاء الفرقة الموسيقية والآلات اللي عم يعزفوا عليها. طيب، في عنا الرفيق أنور حريري على الكمان سولست الفرقة، الرفيق هشام مشمش على الكمان، الرفيق محمود حريري كمان، الرفيق حسام الدين حريري كمان، الرفيق إبراهيم حريري ناي، الرفيق محمد حريري آنون، الرفيق محمد جبان أكورديون، الرفيق عبد الحليم حريري جيتار، الرفيق محمد جبان محمود جبان عفوا طبلة، الرفيق غازي مسكي رق. ما بعرف، انا ملاحظ يمكن اخواتك لرفاق المشاركين في الفرقه. طبعا في بالفرقه 7 من اخوتي من اصل 9. من اصل 9. من اصل 9 عازفين. طيب شو السبب اللي برايك اللي كان من وراء انه كل الاخوات بتعزفوا على الات موسيقيه او الاسره فنيه؟ طبعا الاسره فنيه، وبالفعل اجى الفن عن طريق الوراثه. أيوة. يعني جدي مدرس الفنان محمد خيري، ووالدي فنان، واخوتي بالتسلسل اكبر واحد طبعا هو تعلم بالمعهد الموسيقى، وصار عنده رغبة اني خلينا نتابع دراستنا الفنية، ودخلنا معهد موسيقية، واصغر واحد فينا حاليا معه دبلوم معهد موسيقي كمان، وحاليا طبعا بالبكالوريا. واملنا طبعا نحن بالمستقبل ان يكون في فرقة بهالبلد على مستوى جيد وتساهم بنشاط الفن، ويكون كخطوة أولى. صحيح. للتقدم الفني. هو مشاركتكم في الفرقة المركزية للشبيبة يمكن هي الخطوة الأولى. طبعا هي الخطوة الأولى. كل الأخوة مشاركين. رفيق كمال، شو هي النشاطات المختلفة للفرقة؟ طبعا الفرقة لها عدة نشاطات صار حتى الآن. النشاط الأول كان بالمهرجان القطري الخامس بمحافظة اللاذقية للمسرح الشبيب المدرسي، وحاليا التسجيلات فقرات تلفزيون برنامج شبيبة، وفي حاليا عندنا مشروع إقامة أضواء مدينة للقيادة الاتحاد الشبيب الثورة. أيوة. على مستوى برنامج متكامل. برنامج متكامل بمناسبة 8 آذار أو بمناسبة 7 نيسان رح تقدم. طبعا راح يكون الحفل على مستوى كبير على مستوى القطر بعتقد كون الفرقة مركزية. رفيق كمان، نتمنى للفرقة استمرارية العمل، وما بعرف شو راح تسمعونا اليوم. طبعا هلا في عنا بالبدايه رح نسمعكم معزوفه بحبك لبنان للفنان فيروز، رح يؤديها الرفيق انور حريري كسولست مع الفرقة. Thank you.
ترجمة